الله يخليك، هلا بالذات. انا علي عراقي. حبيبي الله يحفظك. الستة 900. الخمسة 850 ألف. خمسة يعني شنو؟ خمسة بطاريات. شكو همية؟ ذني على 10,000 ذني تراكات. هاي القماصل. راح اشوفكم اقدم محل بالصدريه يبيع جبن عرب عمره 120 سنه. تعالوا لنا حبيبي. شلون صحتك؟ زين ايش قد اسعارهن؟ 13 من عدل الهايلي ويا البودي بيش 3. ايش قد اسعارهن؟ هالقماصل ب 25. يا هلا، شلونكم؟ يا رب بخير وباحسن حال. اليوم الجوله مختلفه، راح اخذكم بالصدريه واشوفكم معالم تاريخيه اول مره تشوفوها، بعدين نرجع السوق الغزل، بعدين نرجع السوق العربي وناخذ جوله بالشورجه. هذا اللي بين كيلو، هذا بين كيلو كله. هذا شنو؟ هذا شو يسموه؟ ناشف. ب 2000. وهذا مدخن على 1000 كيلو. لا ب 2000. هذا عام وهذا حلو. هذا حلو. وجبن العرب بيش 8000. اشكرك. الشيء الحلو اللي شفته بالصدريه، انت تمشي تلقى جبن العرب وتلقى الطرشي وتلقى لبن اربيل حامض ومدخن، اجواء كلش حلوه، وتلقى المخضر حب قلبك واشتهي، وانواع اللحوم وغيرها موجوده هنا. بس انا بصراحه جاي حتى اتريق يم كاهو جيمر وسوق. تعالوا وياي خلنا ناخذ جوله بهذا المحل وشوف شلون يحضرون الكاهو والجيمر ونتريق هنا. لفه جمر عسل. اي علي عسل له حسين. شوفوا ما شاء الله جبن العرب، يعني بس يعجبك تباوع عليه من النظافه ومن الترتيب اللي مرتبيه. هنا اكو تقدر تاخذ نفر، تقدر تاخذ لفه بالف دينار. طبعا انا احب دائما بين فترة وأخرى أجي الكاهو جيمر رسول، لأنه بصراحة يعني أوفوا الأسعار. دائما أشوفكم متابعين تعلقون على الغلاء وغيره، بس أكو شغلات طيبة يعني ما تلقاها بغير مكان، ومثل ما يقول مثل سعرها بيها. طبعا هنا أنا إذا أجيتوا أنصحكم تجربون الحليب بالعسل، شيء خرافي بصراحة. قلاص بلف دينار يخلي لك أول شيء عسل، بعدين فوقها من هذا الحليب الحار. هذا الجلاس يرد لك العافية على قولتهم، شي بداعة. لازم تجي هنا ولازم تجرب هذا الجلاس. شلونك؟ الله يخليك، هلا بالذات. انا علي عراقي. حبيبي الله يحفظك. لفك يا مرمر. هاي طلبيتنا؟ هذا كاهو جيمر عمي مداراته ومرمر. طبعا ما شاء الله الصالة الداخلية مثل ما تشوفون مليانة، والقعدة الخارجية ماكو محط رجل. اضطريت اتريق على الواقف. لازم تجربون كاهو جيمر رسم. واذا تحب المشويات تكة كباب معلاق، اكو بصفه محل ايضا تابع لهم يبيع هاي المشويات. هم كلش طيب. ايش قد سعر هاي الشفات؟ على 2000. يومية هنا؟ يومية. مكانه مقابل كاهو جيمر رسول. الله يرزقك حبيبي. اصدقائي راح اخذكم الاقدم محل بالصدريه يبيع جبن عرب، اللي هو بيت برتو. هذا المحل عمره 120 سنه. طبعا هذا الشارع مباشرة مؤدي إلى جامع سراج الدين، وهو اللي راح نروح من عنده إلى أقدم محل بالصدرية. راح أشوفكم أقدم محل بالصدرية يبيع جبن عرب عمره 120 سنة. تعالوا لنا. هذا محل بيت برتو بالصدرية، أقدم محل يبيع جبن عرب. شلونك يا غاتي؟ شلون صحتك؟ يقولون عليكم أقدم محل بالصدرية. ايش قد عمر المحل هذا؟ هذا المحل صار عمره فوق ال 120 سنة. فوق ال 120 سنة.
ومن ذاك الوقت الى الان انتم بس جبن عرب؟ ما شاء الله. انا طبعا جيتكم قبل اكثر من 6-7 اشهر وحبيت اكرر زياره لانه ناس القديمه تبقى مثل التراث ويبقى مثل التاريخ، لازم واحد يحافظ عليه. الله يحفظك. هذاك الحجي والدك الله يرحمه؟ دول جدود. اذا تسمح لي. هذا ابويا. هذا والدك؟ هذا الله يرحمه. هذول المؤسسين. اي. الله يرحمهم رحمته الواسعه. العرب. وين مكانك؟ جامع سراج الدين بالدربونه هناك بدايه الصدريه. ممنونك يا غاتي. شلون صحتك؟ الله يحفظك. ليش كيلة سمك؟ سبعة. هذا شنو هذا نوعه؟ كاريبي. هذا عنوانه بشارع الصدريه. ممنونك. والله طلع لي قطعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله، شوفوا هاي التحف البغدادية، تنق دنابق مال زكريا والحب وغيره. أحلى شيء بهاي المناطق ذني الشغلات. أصدقائي راح أوديكم الأقدم محل بالصدرية يبيع شاي اللي هو أبو صميم. هذا يصير مقابل كاهي وقيمر رسول بالصدرية. تعالوا خلينا نطوب نشرب شاي يمه، أنا أحب الشاي هواي. شلونك يا غاتي؟ شلون صحتك؟ ما شاء الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ قديمين انتوا هنا، اقدم شيء مو؟ ما شاء الله. عارف احنا نسوي؟ عشت ايدك بعدنا ما قايلين يا الله دوقف. عفى الله والديك. بيش هذا الاستكان؟ ربع دينار. عشت ايديك والله. هذا اقدم محل بالصدريه يبيع شاي ابو صميم. انت قديم هنا تجي؟ نعم. هاي اقدم قهوه هنا؟ اقدم قهوه مالته ابو صميم الله يرحمه. الله يرحمه. شاي مالته شاي الاصلي. اصلي؟ نعم. الله يبارك فيك. عندكم دراجات الرافدين، هذا بيع دراجات الكهربائيه. وشنو بعد؟ ودواتها وبطاريات. هاي شنو هاي؟ هاي مستخدمه 400 وعدي جديد. اي عدي جديد 540. اشرح لي على هاي بعد فدوه. هذيك تعقب علي. يلا شو تريد؟ انا حاضر. لا دلوله بس عيني اذني. هاي 540,000. 540,000. هاي شو سرعتها؟ بلوتوث 1 بي 3 والسرعه مالته 60. بلوتوث 1 بي 3 والسرعه مالته 60. السرعه مالته 60. زين. وهذني العفو. 6 دبلات. قفل قفل بالويل الخلفي. قفل بالويل الخلفي. أيه. شاحنه اصليه تجي يسموه ابو الكفر. ابو الكفر. سويتشات يعني بيه هوايه. سويتشات بيه هوايه يعني اثنين بصمه، اثنين مال قفل مال كوشن، اثنين قفل مال ويل، اثنين مال تشغيل. شاشه الكترونيه، شاشه الكترونيه، قاعده مال تليفون، شاحنه مال تليفون، واربعه جير. السرع مالته 4 جير. زين. اي زين نفس الشيء. واسم المحل هاي دراجات الرافدين. وهاي بطاريات مفرد اذا يردون. اكو بطاريات مفرد واذا يردون بطاريات يعني مفرد اكو. اكو جمله ما وعدت تعرف عندك هذا المخزن. هاي كلها جمله. وعندك بطاريات صغار 12 يسموه 12 فولت 16 امبير ولي وذني همات مال. هاي بطاريات صغار. هاي بطاريات كبار مال حجم الكبير نوعيا. لا هذا يسموه ابو الاربع بطاريات البقاعيه واربع دبلات ملف نحاس ثلاثه سرع وشاشة الكترونية همات. ايش سعره؟ هذا 430,000. هنا عندكم دراجات الرافدين جملة وكيل. مفرد وكيل رئيسي مال البطاريات ووكيل رئيسي مال الدراجات. ايش قد رقمك؟ هذا تريد ترده؟ هذا اذا يردون يصوروه خلي همات يصوروه. هذا ابو احمد واحمد للصيانة ذني تليفوناتهم. ممنونك يا غالي. تسلم. شو صحتك؟ هذا شنو هذا البايسكيل هذا؟ فوق. كبير هذا قد حجمه؟ 29. 29. شو يصلحوا له هذا؟ كيمو؟ ايش قد سعره؟ 180. وهذا الاصغر؟ هذا 60,000. هذا على 60,000. زين. وذني العفو لان الصغار. الصغار بدل تقريبا 12. ايه. يعني 44 45 48. هذول الاسعار. وذني شويه الاكبر؟ ذني من 60,000 ل 120 يوصل السعر ماله. ذني هذا يسموه بناتي؟ هذا البناتي.
90,000. هذا على 90,000. هذني كلهم صينيات؟ كلها صينيات. وهذا أبو الجير؟ أبو الجير يطلع 120. 120,000. وهذا بايسيكل العفو. هذا أربع. ها؟ أربع. ليش هذا؟ هذا 115. هذا هندي؟ هندي. هذا على 115. وهذا شنو هذا؟ هذا بناتي 27.5. 27.5 بناتي. قد سعره؟ 140. وهذا الأصغر؟ هذا يطبق حجم 20. هذا يطبق؟ اي بيجير. بيجير حجم 20. قد سعره هذا؟ 90,000. محل اسمه شاهين. يجون عليه ما يقصروا ياكل. ها؟ مقابل حسن وحسين. محل حسين عالمية لبيع دراجات الشحن وأدواتها الاحتياطية. خلينا نطب ونشوف ايش عندهم. هذا أربع بطاريات، أربع دبلات تشوبلس. تشوبلس. بيش هذا؟ 480,000. 480. وهذا؟ وهذا؟ هذا هاردي حديد. هاردي؟ هاردي حديد. حديد. هذا محرك 1200 واط. 1200 واط المحرك. ايش قد سرعته؟ سرعته يعني 70 حقيقي. 70 حقيقي. ايش قد سعره؟ هذا مليون و100. مليون و100. بيت شاحن موبايل، بريكات انبوب. استاذ هذا مليون احسب لك. مليون. ايش السرعه مالته؟ السرعه مالته 40 يعني 3 عجلات. يصير نفر يصير نفرين. وهذا؟ هذا 480. 480. ايش قد سرعته هذا؟ 45. جات شنو مواصفاتهن؟ هذا يجي فيه 5 باتري و6 باتري. شو اسمه هو اول شيء هذا؟ هذا ماتريكس شحن. ماتريكس شحن. ايش قد سرعته؟ 60 حقيقي. 60 حقيقي، هذا ماتريكس؟ هذا ماتريكس. ايش قد سعره؟ الخمسة 850 والستة 900. الخمسة؟ 850,000. خمسة يعني شنو خمسة؟ خمس بطاريات. خمس بطاريات. يعني الخمسة يمشيك 40، الستة يمشيك تقريبا 55 كيلو. 55 كيلو، بيش سعرهن؟ 850 و900. وهذا؟ هذا 4 باتري حجم 14. ايش قد سعر هذا؟ هذا 400 380. 380، هاي شاشته؟ شاشه ايباد. وهذا الاكبر منه؟ حجم 20. ايش قد سعره؟ 400 وثمانين. ايش قد سعره؟ 480. العفو سرعته؟ سرعته 45. محل مال ملابس هذا موجود بالصدرية، عنده خوش ملابس ورخيصة، عندكم ذني القماصر ذني الكابوي كلش حلوات. عندكم هنا هذا البدي 3 قطع ب10,000، الواحد على 5. عندكم ذني القماصل على 10,000 دينار، ال 15 اكو همية ذني على 10,000 ذني تراكات. هاي القماصل، هاي بناطير التركية على 15. شوفوا لي هاي النفخ، هاي كلش حلوة، هاي على 15,000. هاي قماصل قياس خاص على 20 و25,000، على 25,000. والله أباني مال، بس سأل ولدي يمكن يرحون. تعال ما شاء الله عادي. كل شيء موجود هنا. شوف هذني ايش قد حلوات، ايش قد اسعار هذني؟ على 15,000 هذني تراكات. هذا البودي قطعتين على 15، واحد ب8 هذني على 5,000 البلوزات. هاي شركة فوجي لإجارة الدراجات الهوائية ودراجات الشحن. خلنا نطب ونشوف ايش عندهم. سلام. اذني شنو اذني استاذي؟ جديد درجه اولى، اخر شيء مرتبات. جديد درجه اولى، هذا شو يسموه يطبق هذا؟ هذا 29 المنيوم. هذا يطبق؟ اي لا ما يطبق. ايش قد سعره؟ 190. 190، وهذا الوردي شنو؟ هذا سعره 180. 180,000. زين، اذني؟ هذا 120 110. شو يسموه اذني؟ كيمو. كيمو. جير مو؟ اي جير. ما شاء الله، هواي عندهم دراجات وبايسكلات. كل القياسات موجودة، الصغار للكبار. وذني الصغار يا ولد، ذني الصغار 55. 55 ولد، شلون صحتك؟ هذا شنو هذا الكبير؟
هذا يسمونه دبابه. دبابه هذا ايش قد قياسه؟ 26. ايش قد سعر هذا؟ 180,000. وذني الاصغر عندك هذا الحديد هذا يجي بيلوني هذا سعره 115. 115 صيني درجه. عندك هذا يجي الومنيوم والله جاي وزنه 13 كيلو الومنيوم 160,000 يجي لي اربع الوان 160,000. اي تجي شاشه تجي دبل ماله خفان وجوارك تكون بلشه والمال ذا مو اصلي يرجع علم اليوم فافور وزنه 13 كيلو سوق رسم سياره. زين الاسعار ايش قد؟ على 20 زين الصغار؟ عندي 65 اصلي 40 45 عندك على 16 عندك ب 60 ب 65 ب 55 ب 50 واسع. هاي المرجوحة لكم؟ اشتغل. هاي ايش قد سعرها؟ 45. وهاي الزحليقة؟ نفس السعر 45,000. وهذا البناتي؟ 110,000. هذا بايسكل البناتي 110,000 دينار. محلكم شو اسمه؟ بالجملة اللي عمله. مقابل ساعة الوثبة. اشكرك حبيبي. بعد ما خلصنا من الصدرية راح نروح انا وياكم شوي نفتر بالشورجة ونشوف التشنابر والمحلات ونروح السوق الغزل. شوفوني هاي المباخرة والفوق. عندكم ذني اتراك سيدات مال اطفال على 5,000 دينار من حديثي الولادة الى يا عمر حجي 10-11-12 سنة. الله يحفظك. ولادي بناتي حجي؟ ولادي بناتي. ولادي بناتي. الحجي مقابل ساحة الوثبة. يومية موجود عمو؟ مطعم سليمانية احنا بصراحة. مطعم؟ سليمانية. سليمانية مطعم القيصر. عندك الكل الابيض. اشكرك عمو. حبيبي. اجلكم الله. هاي البوتينات على 10,000 دينار. حبيبي شلون صحتك؟ زين ايش قد اسعارهن؟ 13 من عدل الهايلك ويا البدي بيش 23. هاي الوانه ما شاء الله. شلونك استاذ العزيز؟ الله يحفظك. كلش حلوه ذني مودتهم طبعا. يومية هنا وين مكانك بالضبط؟ مقابل الغزل. ايه يا جامع؟ جامع ابو تمه. جامع ابو تمه. اشكرك. تنزيلات تنزيلات تنزيلات. بطلون كابوي بثمانية. بطلون كابوي بثمانية. خذ يا ولد تنزيلات تنزيلات تنزيلات. بطلون كابوي بثمانية. بطلون كابوي بثمانية. تنزيلات هسه احنا حاليا بسوق الغزل وهذا الشارع يصير بصف جامع الخلفاء. هذا بالجمعة طبعا هذا مسدود. شوفوا هنا ما شاء الله هاي الغزلان والطاووس سبحان الذي خلق فد شكل روعة. هذا الشارع الجمعة مسدود يكون بس للحيوانات، اما باقي الايام فالشارع يكون فقط على الرصيف بصف جامع الخلفاء. عصافير، اسماك مازينة، حيوانات شو تريد موجود، بزازين، كلاب مازينة مثل ما تشوفون. هذا شيء حلو طبعا. الاسعار انا بصراحه ما عملت لانه يراد لها فيديو خاص. شوفوا ذني البزازين شد حلوه. هسه نروح انا وياكم الى السوق العربي شويه ناخذ جوله ونشوف الاسعار. قد اسعار هذول؟ القماصل مسك هاي ب 30 ب 25 اكو 30 اكو 25 35 20. وهاي بوزات هاي 10. خلينا ندخل الى السوق العربي. طبعا حب قلبك واشتهى ملابس رجاليه اشكال والوان ومختلف الماركات وشغلات كلش حلوه. لازم تجون لهذا السوق لان اسعاره جدا مناسبه وكل شيء متوفر. شلونك حبيبي نعيم؟ خوش لبلبي وشرغم عنده هنا مكانه بدايه السوق العربي. تجون من هنا جزاك الله خير. حضر لي اياها. تسلم. يومية هنا؟ يومية. وش الغم بيش؟ ملك. عاشت ايدك والله.
حاله طيب. الله يرزقك يا حبيبي.